عندي برضو اخبار من الاسكواش، بطولة هيوستن المفتوحة الاسكواش في امريكا. عندنا 3 لعيبة مصريين تأهلوا للدور قبل النهائي لبطولة هيوستن للاسكواش. علي فرج وكسب زميله المصري يوسف سليمان 3-0 وتأهل للدور قبل النهائي. وعندنا كمان مصطفى عسل كسب اللاعب الكولومبي ميجل رودريجيز 3-0 برضه وتأهل للدور قبل النهائي. وعندنا مازن هشام كسب مروان الشرباجي 3-2 وتأهل برضه للدور قبل النهائي. عندنا 3 لعيبة مصريين من اصل 4 في الدور قبل النهائي لبطولة هيوستن للاسكواش في امريكا.